أعدت جمعية حقوق الإنسان فرع اسطنبول تقريراً عن انتهاكات حقوق السجناء في منطقة مرمرة بتركيا التي تضم ولايات اسطنبول ويالوفا وبورصة وتكيرداغ خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو. وأكدت الجمعية اكتشاف 2314 انتهاكاً للسجناء، من ضمنها المعاملة السيئة وتأخير وصول الدواء، فضلاً عن ضرب السجناء وتعنيفهم. وأكدت رئيسة الجمعية في اسطنبول أن 187 سجيناً من 25 سجناً تقدموا بطلبات تفيد بتعرضهم لانتهاكات. أدت سيول الأمطار في عدد من المناطق اليمنية خلال الساعات الماضية إلى تسجيل خسائر بشرية ومادية وخراب كبير في الطرقات والممتلكات الزراعية. كما تسببت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الحديدة غرب اليمن خلال اليومين الماضيين في وفاة 13 شخصا بعدما جرفت 50 منزلا في مدريات الزهرة والقناوس واللحية.